حياتك معناها نوفلو، من نوفلو معناها ما نحتاج نوفلو، بس احنا مو هدفنا الاستاتيك. انت كرزوفار انجينير هدفك تكون دايناميك موفمنت، يصير فلو. هناك طبعا راح يصير شغل اكثر. من يصير فلو يعني ستاتيك مود راح ينتهي بهاي المعادله البسيطه. هاي المعادله وهي تطبق على كل شيء. بس بالاخير هي معادله سمبل. بسيطه جدا، عندنا البروبرتيز بس نسوي بلجن بالمعادله ونطلع الجذور. بس من يصير عندنا فلو الحكي هنا راح يختلف. راح نحتاج الدينامورتي. طبعا الدينامورتي اللي نحتاجها بما انه احنا عندنا 3 دايمنشن، تعرفون الدينامورتي هي كميات المتجهه او غير المتجهه. صح؟ ليش؟ لانه هسه اتجاه هو بالحقيقه الدينامورتي الدينامورتي ماتريكس اذا شايفه هي اكس اكس كيس واي كيس زد كي واي اكس كي واي واي كي واي زد كي زد اكس كي زد واي كي زد زد. هذا كروتي ما تنسبها، بس لانه احنا عندنا جريان اما افقي او عمودي، يعني الاتجاهات الثلاثه فقط اكس وواي وزد. اوكي؟ راح نفترض خلينا ناخذ اريا. اريا الجريان نفرض هذا البلوك، الجريان يكون بهذا الاتجاه ويكون الجريان بهذا الاتجاه. إذا قلنا هذا الإكس وهذا الواي بالذات وراح تشتغل هنا على كي إكس إكس كي واي واي و كي واي واي كي واي واي وكي زد زد هي العمود. وقال كي إكس واي والكي واي إكس مستجدات هذه طبعا ما راح تكون موجوده لانه احنا الجناية راح يكون عندنا اتجاه، فهذا الماتريكس راح نصفر هذا الزيت يكون بالاتجاه العمودي. يا سيدي بس عندنا هالشكل ماتريكس طبعا اكس اكس واي واي زد. فعندنا 3 فاليوز اوف تيرابورت، 3 فاليوز نحتاج للتيرابورت، الاتجاه الاكس والاتجاه الواي والاتجاه الزد. الزد هنا ما واضح لانه يكون عمودي على السيرفس، يعني اتجاه العرض. اتجاه عمودي على السيرفس. بعد نبسط العملية أكثر، وإذا ما عندنا معلومات عن اتجاهات التنوعات. شلون يعني معلومات عن اتجاهات التنوعات؟ احنا الدور هذا اللي تدريس به التنوعات. من نعرف احنا يا اتجاه جار انه هذا الكور من طلعوه يعني انقطع عن الروض انفصل نهائيا، فقد يكون افتار صار غير اتجاه مو صحيح اثناء النقل، فما نعرف اتجاهه، هل هو باتجاه الواي اتجاه الاكس. ما راح ناخذ هوريزنتال بلاك من عنده، ما نعرف هذا هو البلاك باتجاه الاكس اتجاه الواي اتجاه الزد، ما ينطيني انديكيشن. بس اكو دراسات من نوع اخر اسمها جيوميكانيكال موديل. جيوميكانيكال موديل شو يسوي؟ من خلال بعض هسه صارت عندنا لوكس حديثه ايمج لوكس، من خلال ايمج لوكس يقدرون يعرفون بشكل عام اتجاهات اذا اكو اتجاهات للفراكشرز او اتجاهات هاي الثرموبروتي. اوكي؟ اكو اتجاهات للثرموبروتي العايد مثلا. طبعا هي قضيه شويه معقده، ما عندكم اوليات عليها،
يدخل بتوزيع الإجهادات داخل الصخرة ويشوفون إذا أكو عندهم فراكتشرز صايرة بهالاتجاه. أوكي، هذا طبعا مهم جدا إذا عرفنا اتجاهات الفراكتشرز بهالاتجاه. بالحالة أنا مثلا من أريد أسوي ووتر إنجكشن، ما أسوي إنجكشن هذا الوير، أسوي هنا أنا إنجكتر وهنا أنا بروديوسر. ليش؟ لأن الماء راح يدخل بالفراكتشر يطلع من الجهة الثانية مباشرة، وإنما أسوي الإنجكتر هنا والبروديوسر هنا حتى يسوي سويبينج إفشنسي كامل للماء. فإذا ما عندنا معلومات عن المين دايركشنز أو فيرموبيليتي، ما عندنا معلومات كافية، ما عندنا دراسة جيوميكانيكية للمنطقة للمكمن بحيث تعرف اتجاهات توزيع الفيرموبيليتي بأي اتجاه، أو من خلال أحيانا من خلال بايلوت تيست، يعني يسوون فايف سبوت انجكشن أيضا يريدون يعرفون من خلاله. أيضاً يقدرون يعرفون من خلال خلون تريسز، يقدرون يعرفون من خلال اتجاه الفيرموبيليتي. شلون يعرفون؟ خلون تريسز يعني مواد مشعة بالآبار، فيشوفون يا بير راح يوصل لتريس مالته أسرع، معناه اتجاه الفيرموبيليتي بذاك الاتجاه هو أقوى. إذا خلينا أنا مادة مشعة مثلاً معينة ووصلت أسرع من المادة اللي خلاها هنا، معناها التنورتي هي بهالاتجاه. إذا ما عندنا هاي المعلومات كلها للتنورتي، وأيضاً أحياناً من خلال اللي يسمى الفيشيز، يعني شنو الطارئ، شنو اللي يعني يميز هذا الفورميشن او هذا الجيولوجي او هذا الروك او هاي الفورميشن؟ اوكي، شنو اللي يميزه؟ شنو السحنه اللي طاغيه عليه؟ شكل السحنة أو الفيشز، يعني شو اللي يميزها؟ فنقدر من خلال الفيشز مودلين، طبعا الفيشز يعتمد على دراسة جيولوجية، على البيئة الترسيبية للصخور اللي صارت، هل هو ترسيب بحري لو ترسيب نهري لو ريف لو لاجون لو فانز whatever، كل هذه كل واحدة لها مميزات خاصة. يقول لك مثلا هاي السحنة البارتيكلز ما تكون ويل سورتد، لأنه الماء يمشي ببطء، مو مثل السحنة اللي يكون الماء يمشي سريع، وبالتالي يصير عندنا يعني باد سورتينج. شنو يعني؟ حبيبات بأحجام مختلفة، تعرفون إذا كانت حبيبات بأحجام مختلفة تقلل البوروستي، تقلل البيروبيليتي. إذا كان عندنا سورتينج جيد تزداد البوروستي، تزداد البيروبيليتي. فإذا أكو ميزة حتى بالترسيب، أكو ميزة للصخور. أوكي؟ فمن خلال توزيع الصخور داخل المكمن مالتنا والمودرنت أيضاً نقدر نعرف اتجاهات البوروستي والبيروبيليتي شلون تصير. إذا كل هاي ما موجودة، طبعاً هاي إرادة دراسات يعني أكثر عمق من شغل بالوقت الحاضر. إذا هاي كلها ما موجودة، راح ناخذ KX تساوي KY.
ناخذ kx تساوي ky على اساس انه هي horizontal parabola على اساس horizontal parabola. والزد ليش بناخذ نفس الزد؟ لانه اكو عندنا اصلا قياسات خاصه للvertical parabola. يعني الكور ريبورت لو تشوف اكو عندك في كل عمق مسوي نموذجين، نموذج ماخذه افقي ونموذج ماخذه عمودي. بالمناسبه ترى مو نفس النموذج. من يقول كي فيرتيكال تساوي هالقد وكي هوريزونتال تساوي هالقد، معناها نموذجين من اخذوا البلاك الفول كور، من اخذوه اخذوا واحد افقي سووا له تيست، واخذوا واحد عمودي من نفس العمق سووا له تيست. تو بلاكس هي فحصين، لان اكو اثنين بوروسيتي همين هي فحصين في نفس العمق. فالكيزت لا نقول كي زد تساوي كي اكس كي واي، بس كي اكس تساوي كي واي وتساوي هورزنتال بيرفورتي. طبعا نسوي بالمودل راح يطلب من عندكم هورزنتال بيرفورتي اثنين، راح يطلب من عندك بيرفورتي بالاي دايركشن وبيرفورتي بالجي دايركشن. اوكي؟ يعني هو مصمم على اساس انه ياخذ كل الاحتمالات، فانت راح تفرض انه بيرفورتي بالاي دايركشن تساوي الجيدة وتساوي الهورزنتال. فالفيرموتي راح تكون خاصية أخرى يجب أن نأخذ من الاعتبار بالمودة معنا. فراح يصير عندنا دف ويا كي هورزنتال. خاصية أخرى نحتاج نسوي لها uploading، نسوي لها upscaling، نسوي لها geostatistics distribution اللي هي horizontal permutation. نجيبها اكو عندنا تقارير اللي هي core analysis reports. كم تقرير اكو عندنا report؟ كم تقرير عندكم الكور؟ أربعة؟ أربعة. عندنا أفرض أربع تقارير للكور، أربع تقارير للكور، كل تقرير بي الهوريزونتال بيرموتي ويا العمق. هاي وين؟ بالآبار المعينة اللي هي التقارير. فإذا هاي داخلها كمان. اوكي يعني هاي قياسات مختبريه. فالمغولتي من الكور ناخذها ندخلها كمان. اوكي هاي سهله جدا. شلون بوروستي اخذناها من اللوب ودخلناها، نرجع ناخذها من الكور وندخلها. بقى عندنا الابار الاخرى اللي ما بيها كور، اللي ما بيها كور ايش راح نسوي لها؟ اكو عندنا رسم، رسم كلاسيكي اللي هو لوج كي فيرسس فاي. لوج كي فيرسس فاي قلنا هذا نسويه لكل شنو؟ لكل بير لو لكل يونت، لكل يونت قلنا نسويه صح؟ قلنا نسويه لكل يونت. ليش لكل يونت؟ لان تختلف العلاقه بين الكربوتي والبوروسيتي بين يونت ويونت اخرى. كل وحده صحيح هي علاقه بالاخير علاقه طرديه، بس كل وحده معادله شكل. مثلا مثال بسيط الشير بي بوروسيتي، بس البوروسيتي ما تصدر. اوكي لو نفس البوروسيتي مالته على كلين فورميشن ينطيك قيمه للفيرموروتي كلش عاليه. واضح؟ فاذا العلاقه بين البوروسيتي والفيرموروتي تختلف، وتختلف حسب الليثولوجي او حسب الفيشي. فبالحالة نسوي هذا الرسم لكل يونت. يصير عندنا خط نقربه الى خط مستقيم. اوكي. وناخذ المعادلة ونحسب كي راح تساوي اي اي فاي بي فاي وتفضل المعادلة اكسبونينشال. المعادلة اكسبونينشال. هاي وين؟ هاي بالابار اللي ما بيها كور.
اللي ما مسوي لك كود، اللي مسوي لك كود قلنا ناخذ الريزلت بروبرتي فروم كود از ات از. بس اللي ما مسوي لك كود، وحده من الطرق اللي نقدر نحسب منها، طبعا اكو طرق باللوج ايضا نقدر نحسب بيرمولتي، اكو طرق بالتيست نقدر نحسب، اكو طرق اخرى للبيرمولتي، بس وحده من الطرق اللي البيانات مالتها متوفره عندنا الان وسهله بالنسبه لنا هو من خلال هذا الرسم. فراح نحسب الكي من خلال البوروسيتي مال اللوج. اوكي، اذا تريد تعقد المساله بعد اكثر تسوي كورليشن بين الكور بوروسيتي واللوج بوروسيتي، لان هاي البيرموبيليتي هي من الكور والبوروسيتي من الكور. ما راح ندخل بوروسيتي لوج راح تطلعنا بيرموبيليتي معتمدة على البوروستي لو، ما معتمدة على البوروستي كور، بس تتعقد. يعني احنا الشغل طبعا هو كل ما يكون بتفاصيل اكثر كل ما يكون افضل، بس يعني نحاول بعض الاشياء نعمرها لانه الوقت قصير بالنسبة للكورس. فراح ناخذ هنا البوروستي فروم لو ونحسب منها بيرموبوليتي بهاي المعادلة. هاي المعادلة طبعا مثل ما تشوفون هي معادلة اكسبونينشال. الاكسبونينشال معادلة خطرة جدا. ليش؟ لأنه زيادة قليلة بالبوروسيتي تؤدي إلى زيادة كبيرة بالبيرموبوليتي. فاللي أريده من عندكم أن تحسبون البيرموبوليتي بالإكسل شيت بهاي المعادلة. ما تدخلوا كإكويجن أو كالكوليتر داخل البترول. السبب حتى ولا ما تحسبون البيرموبوليتي بالإكسل شيت.